جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا الوضع اللي وصلت له الجزائر في عهد تبون عمرها ما عرفته مقبول. البارح كما كشفهم على كل وزير اللي كيفهم على كل حال منهم هو كان اخر بعطي رساله عليهم بعد ما نقراوها ان شاء الله في الحصه تاع غدوه اللي يقول بلي داروا ملايين الشركات وملايين العمال انه في الاقل آلاف الشركات يا خويا هو قال ملايين أنا مش أنا اللي قلت هو قال زوج ملايين شركات وخمسة ملايين عمال مهميين كلهم مهميين باش يديو الدراهم باش يديو الدراهم دونك نقولوا شي يهضروا هما مرة الجزائر ما وصلت لهالدرجة يسير في البلاد بالكذب واش عايز تكذب علينا العادة الثانية من العسكر بعد يقولوه روح تروح تيني بيو كريديبل وهما بعد يزيدوا يشوفوا حاجة أخرى وقاعدين يوجدوا في شيء آخر ونكشفوا لهم الروان ديالهم كامل الروان ديالهم نكشفوهم اليوم حتى لا عرسي تبوني تكلم على واحدة دولة عظمى ودولة كذا كلمة ثانية على المنظومة الصحية شوفوا المنظومة أحسن منظومة صحية شوف ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كره برافو يا سي تبون برافو حب من حب وكره من كره وهذه أحسن منظومة صحية صحة شفتوا واش كيف الصورة هذه أصغر نحيلوا الصوت شوف هذا يا كاميو سيارة نقل تاع بضايع واش فيها فيها سرير تاع مريض وممرض هذه تسمى ولات أمبولانس هذه ولات أمبولانس شفتوا ينقلوا فيها مريض هذه هي أحسن منظومة صحية وتلمو احسن منظومه صحيه كسي تبون حدا في شهري في الالمان على ظهر الشعب باش يداوي ويجيب معاه الالمان باش يداوي حتى الفرنه جابهم الالمان باش احسن منظومه صحيه هذه سي تبون كيفاش تكذب شت كيفاش تكذب كذاب يا تبون والجزائر ما يحكمهاش واحد كذاب وما يحكمهاش مجرمين عسكريين مجرمين يجيبوا واحد كذاب باش يخبي عليهم ايه يجيبوا واحد كذاب باش يخبي عليهم عمره ما كان يحلم بهذا المنصب هذاك لانه لابد الان لابد ان الشعب الجزائري ياخذ تقرير المصير انت تكلم تقين مصير العشرة من الناس تاع البوليزاريو واللي راهم عايشين في جنة في بلادهم تمشي للعيون وتمشي للدخلة وتمشي راهم غير من الجزائر عايشين في العيون وفي الدخلة ناش تبعيني وقل لي دير بروباغوندا للمغرب المغرب مش محتاج باش ندير بروباغوندا وما يعرفش يدير بروباغوندا للروحو المغرب ما يعرفش حتى يبينوا كيش الشيء اللي راهم فيه سمعت من مفروض راهم هذيك تصورت على عيون تاعنا راهم على عام هما يوروا فيهم شوف الناس كيش عايشين الصحراء فيها الورد والماء والدار شوف على بلاص بيبليك وين تبان حسي مسعود وين تبان ورقلة اللي يعتبروا منبع البترول منبع خيرات الجزائر ما يبانوش قدام العيون والدخلة والسمارة ما يبانوش قدامهم هذا تقين ندير تقين المصير وحنايا ما عندناش الحق في تقرير المصير ما عندناش الحق نختاروا رئيس جمهورية بكل ديمقراطية ككل الشعوب ما عندناش الحق نختاروا برلمان ككل الشعوب
ما عندناش الحق نصوتوا، ما نعرفوش نصوتوا، 60 سنه استقلال مازلنا ما نعرفوش نفوتيو. انتم تعتبرونا قصر، تعتبرونا دي زيتيرنال مينور، احنا قصر الى الابد ما نعرفوش نصوتوا. لازم انتم اللي تخيروا لنا رئيس، انتم ما تعرفوش حتى تخيروا، قنيت تعرف تخيروا قال معليش. انتم مجرمين وتجيبوا لنا واحد مجرم كيفكم، سراح كيفكم، تجيبوا لنا احمج ما يوجد فوق الارض. الجزائر هذا ما جاب، جابت غير تبون، جابت غير شنقريحه، فاش يفيد شنقريحه؟ وفاش يفيد كوجيل؟ وفاش يفيد بن علي بن علي؟ فاش يفيدوا الجزائر؟ واش مقدمين للجزائر؟ كل ما انتم قاعدين ديروا هو انكم تحفروا. شوفوا كيفاش ديروا السيناريوهات باش تدمروا الجزائر، باش تدمروا الشعب الجزائري كثر ما دمرتوه. نتكلموا الان على البلاد اللي باش تشري كيلو عدس، باش تشري كيلو عدس كيف درك تشوفوا بالصوره، بالصورة بعد الجنة.